كل التحية والتقدير من مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، والمؤتمر الوطني الأول للشباب الذي يعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تحت رعايته وإشرافه الشخصي وبمشاركة وزارة الشباب ومحافظة جنوب سيناء. معي الآن معالي وزير التنمية المحلية سيادة الدكتور أحمد زكي بدر يحدثنا عن هذا المؤتمر وأهمية مشاركة الشباب وخاصة في انتخابات المحليات القادمة. معالي الوزير، كيف سيفعل دور الشباب في انتخابات المحليات القادمة وخاصة بعد هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب، احنا اولا مصر يعني بلد معروف ان عدد الشباب فيها هو الاكثر، وبالتالي هي القوة الدافعة للمستقبل. يعني بالنسبة للمحليات، الدستور الحقيقة افرض للشباب دور مهم جدا في المحليات، انه في ربع عدد على الاقل ربع عدد المجالس المحلية للشباب من سن 21 سنة. ده معناه انه بيشرك الشباب سن 21 سنة من بداية سن الرشد يعني، وبداية سن قبل يمكن التخرج من الجامعة، انه بيشركوا في صنع المستقبل وصنع القرار. المحليات طبقا برضو للدستور الجديد واللامركزية، وانه المحليات والمحافظات لها سلطة كبيرة والمجالس المحلية لها سلطة كبيرة، فوجود ربع هذه المجالس في من الشباب معناه انه ربع على الاقل ربع القرار.